يعني كنا حكينا عن ريبا وبلاير اوف ذا جيم يلي هو اسماعيل احمد سمع الجمهور اللبناني اعطيك تصويت كبير يعني بعده مقتنع انت اكمل لاعب من اللاعبين الكاملين موجود بالنقط بالريباوند بالاسس بالستيلز تضرب دفاع المنطقه المان تو مان صعب قدامك عم تقدر تعمل كل شيء وعم تريح فريقك بشكل كثير كبير والجمهور حب يعطيك الكريدت ويعطيك انت لاعب ريبا وبلاير اوف ذا جيم اول شيء شو حابب تقول له؟ اول شيء نقول الحمد لله على الربح اليوم انه الحمد لله كل جيم عم نفوكس على الـ على الـ على الربح كان بعد فرق البوينت منه من الحكمه بسبب انه اكثر فرقتين هم بينافسوا على المركز الاول. ثاني شيء بشكر الجمهور على الساعه اللي بيعطيني اياها. هيدي كل المعنويات اللي بتخليني من جيم لجيم ببقى احسن. اكيد كل ده بمساعده التيم ميت تبعولي. بالاخر الحمد لله الفريق عم يربح وماشيين بصوره كويسه بالاخص بعد ما الاخفاين اللي حققناهم بطوله ابو ظبي وبطوله عربيه فوكس كثير وبعتقد غيام جاء وفادي بعد كده معنا لما بيرجعوا على الفريق بعتقد ان شاء الله عندنا مستوى احسن نظهر به. يعني فادي الخطيب انت سبق ولعبت معه لاعب اكيد بتعرفه كثير منيح هو بيعرفك كثير منيح، قد ايه ممكن يعطي ادد فاليو فنيه للليج ولفريق الرياضي؟ ما فيش شك انه وجود اسم فادي باي فريق بيتقل الفريق بس مجرد وجوده من غير ما يبقى موجود على الملعب او بيلعب بعتقد وجوده في الملعب بيعطي تقل اكثر لبطوله لبنان بيقوي فريق رياضي يمكن بنسبه 30-40%. بتمنى ان شاء الله انه الكيمستري طلعت الفريق كله مع بعض لانه اوقات عدد النجوم كثيره بالفريق بتادي شويه لبعض في الاول بيبقى انت خايف شيء بوجود عده نجوم بفريقهم لانه على من على الصعيد النفسي يعني مش خايف لانه الحمد لله يعني اللعيبه الموجوده عندنا عندها عاليه الاحتراف بروفيشنال بصوره عاليه جدا بعتقد انه ان شاء الله وجود اكثر من نجم بالفريق مع الكيمستري اذا لقطنا بعتقد بيبقى الفريق اقوى وان شاء الله بنقدر نحسم البطوله باذن الله بدي اهنيك اسماعيل احمد لادائك الكبير